نواصل فقراتنا من أكادير، حيث نظم المرصد الجامعي للدراسات والأبحاث حول الإعلام والاتصال التابع لجامعة بن زهر فعاليات منتدى الدولي للإعلام، فعاليات عرفت مشاركة مكثفة لطلبة ماستر التحرير الصحفي والتنوع الإعلامي إلى جانب طلبة آخرين من دول إفريقية. في المتابعة محمد المصطفى خيا دحمان أبعيس. فعاليات المنتدى الدولي للإعلام المنظمة بأكادير مناسبة سانحة للوقوف على عديد المحطات ذات الصلة بهذا القطاع على الصعيد الوطني والإفريقي. طلبة ماستر التحرير الصحفي والتنوع الإعلامي بجامعة ابن زهر إلى جانب نظرائهم من دول إفريقية انكبوا على نقاش سبل تطوير القطاع الإعلامي والنهوض به حتى يسير وفق الأهداف المرجوة. فكرنا في التعاون الإعلامي الإفريقي باعتبار أن الإعلام هو قاطرة التنمية، وبأن الإعلام الإفريقي هو إعلام متقدم وواعد، إذا فلسنا بحاجة إلى دروس من الغرب. إذا خلال هذا المنتدى سنتعرف على مجموعة من التجارب الإعلامية لدول مختلفة إفريقية ناطقة بالإنجليزية والفرنسية والعربية والأمازيغية. هذه الدورة ركزنا على إفريقيا وتحدثنا عن التجارب الإفريقية في إفريقيا باستضافة الكاميرون، السنغال، موريتانيا، تونس، مصر والعديد من الدول التي سنكتشف من خلالها إلى أي أو مستوى الصحافة في هذه البلدان المقارنة مع المغرب. أيضا هذه الدورة تميزت بتكريم الصحفي المرحوم الذي فرقنا قبل بضعة أيام، المرحوم سياب ربري هنا في سوسة. هذه السنة ارتأينا أن نعطي نظرة خصوصية وخاصة للدول الإفريقية تمشيا مع استراتيجية جلالة الملك والانفتاح على الدول الإفريقية. وركز المنتدى الدولي للإعلام بأكادير على موضوع تجارب إفريقيا، ويهدف لتشجيع تبادل التجارب بين الصحفيين المغاربة والأجانب إلى جانب دعم البحوث الأكاديمية وخلق جسر للتواصل بين مكونات الجسم الصحفي لدى الجانبين. بالنسبة لهذا المؤتمر صراحة فادنا قباله، خصوصا بالنسبة للصحفيين المتميزين اللي جاونا نقلوا لنا مجموعة من الخبرات استفدنا منهم حتى صراحة. هذا المنتدى هو منتدى نعتبره ضروري كغيره من الفعاليات اللي تخدم في هذا المجال، هي تسمح لنا كطلبة التعرف على مختلف الثقافات، ويتيح لنا كذلك هذا المنتدى فرصة التعرف على أساتذة كبار محاضرين وضيوف من مختلف البلدان، نعيش معاهم تجاربهم المختلفة عبر هذه المحاضرات اللي قدموا. يستمر المنتدى الدولي للإعلام بأكادير على مدى 3 أيام، ومن المرتقب أن يخرج المشاركون فيه بتوصيات ترم ترسيخ قيم الإعلام المتطور والهادف بقارة إفريقيا. نعود